عرض ساحر للأعمال اليدوية للمرأة في زاغو جاء ضمن نشاطات اتحاد نساء كردستان بالتعاون مع منظمات دولية، يضيف رونقا خاصا لنشاط النساء هنا وتمازجا مع منتجاتهن التي صنعتهن بأناملهن لتبدع الكردستانية في نقل الثقافة وعادات شعبها. اليوم دعما للمرأة الكردية، رأينا من الواجب علينا اتحاد نساء كردستان، اتحاد نساء زاخو مع منظمة تأهيل المرأة أن نعمل هذه الفعالية وهي دعم المرأة الكردية على الأعمال اليدوية. المعرض كان يشمل أعمال يدوية من الصوف والحياكة والأعمال اليدوية اللي كان يشتهر بها المرأة الكردية قبل ولحد الآن، رأينا أن نستمر على تعديل هذا الفلكلور. الحضور المميز الذي شهده المعرض والذي ساهم في تبادل الخبرات بين النساء، إضافة إلى إلقاء عددا من الكلمات لإبراز دور المرأة في المجتمع الكردستاني. مثل هذه الفعاليات والنشاطات يعني يصير دافع للمرأة حتى تشتغل وما تحتاج لأحد. بصراحة احنا نتمنى يعني نجي مثل هذا النشاطات نشارك بها، وحتى المرأة يعني هم يعني تفكر هي مو بوحدها، هي تقدر تشتغل. إذا يدعمونا أكثر يصير أحسن لنا، لأن احنا عدنا نعرض الحلويات وعملنا يعني كلش جيد، فإذا يجينا دعم كل الزين. كنافة سويت، فيعني عندي خبرة ببقلاوة وهيك أشياء همين، ونحن نتمنى يعني هيك معارض تتكرر حتى يصير دعم للمرأة. تميز المعرض بطاولة المأكولات من المعجنات والحلويات والتي تم تسويقها وجعلها منصة لدعم المرأة اقتصادياً. المعرض وفر مساحة كافية لدعم المرأة في كافة المجالات، والتي حملت ألواناً متنوعة حملت فيها عادات وتقاليد شعب كردستان. نجلة السندي، زاكروس تي في، زاخو.